السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونون زينين. طبعا اليوم راح أتكلم عن بعض الميزات المخفية في الآيفون 11 العادية وبرو. طبعا هاي الميزات أغلبكم ما يعرفها، هي ميزات جميلة موجودة في الآيفون يسهل استخدام بعض الخصائص الموجودة في الجهاز. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تشتركون في القناة حتى أستمر في نشر فيديوهات قادمة إن شاء الله. أول خاصية أو ميزة، خاصية ضغط على رسمة الأبل خلف الجهاز. طبعا نجي على تسهيلات الاستخدام، نجي على اللمس، ندوس عليه، نروح آخر خيار مكتوب الضغط من الخلف، دوس عليه. هنا منطيك خيارين، ضغط مرتين، ضغط ثلاث مرات. يعني إذا نروح على أول خيار، أنت هنا راح تختار الميزة اللي تتفاعل عندك أو الأداة اللي تشتغل عندك بضغطين فقط. هسا أنا مختار لقطة الشاشة، أسوي رجوع، من أدوس عليه مرتين مثل ما لاحظتوا، من دست ضغطتين على شعار الأبل قبل أخذ سكرين للشاشة. هذا كان أول ميزة. طبعا هنا الخيار الثاني هم تقدر تختار خيار من الخيارات الموجودة عندك، و من أدوس على الشعار ثلاث ضغطات راح يشتغل عندك الأداة. وهسه نجي للميزة الثانية. طبعا بعض مرات من تراسل شخص وتبحث عن ايموجي خاص للموقف اللي انت بيه او الحكي اللي انت بيه، فقط منه بحث عن الايموجي ويطلع لك كومة خيارات مال ايموجي. مثلا انا كتبت الضحك، طلع لي ايموجي خاص بالضحك. وهاي كانت ميزة ثانية. وهسه نجي على الميزة الثالثة. بعض مرات من تخلي الموبايل على الصامت حتى لا حد يزعجك، ولكن في رقم يهمك تحب يدق موبايلك من تخلي الجهاز على الصامت، فقط تروح على الاسم، تروح على التحرير، وهنا تجي النغمة تجاوز الطوارئ. من تفعله هذا بعد حتى لو الجهاز صامت راح تقدر تسمع رنة هذا الرقم بالذات فقط. وهسه نجي على الميزة الرابعة. بعض مرات من تصور وتجي الصورة حلوة في الفيديو وتريد تاخذ الصورة وانت داخل الفيديو، من تصور راح يطلع لك هاي العلامة البيضة. من تجي لقطة حلوة وتريد تاخذ صورة من داخل الفيديو، فقط دوس على هاي العلامة وراح ياخذ لك صورة للقطة اللي انت عجبتك. وهسه راح نجي على ميزة الخامسة، نجي على تسهيلات الاستخدام، نجي على تكبير. هذا الخيار منطقة تكبير هو راح يكون تكبير ملء الشاشة، انت راح تغيره نافذة التكبير. طبعا هاي الميزة تفيد اللي عندهم ضعف في البصر. هسه مثلا اني شغلت هذا نافذة التكبير واجي اشغل تكبير، شفتوا هسه اني طلع لي انه اكبر الكتابة وين ما كانت حسب رغبتي. طبعا هاي تفيد اللي عندهم ضعف في البصر. طبعا ميزة رائعة جدا. طبعا نشكر الايفون انه فكر بهاي الميزة حتى تساعد بعض الناس اللي عندهم ضعف في البصر. واريد الغي، ادوس عليه وينلغي الخيار نهائيا. ونكون هيك وصلت الى نهاية
الفيديو. أتمنى أنه هاي الميزات عجبتكم. لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتشاركون الفيديو مع أصدقائكم حتى تستفاد كلها من هاي الميزات. وشكرا لكم وإلى اللقاء.